صباح الخير. قريت مقال النهاردة على موقع دكتور اكس، في اول دراسة من نوعها عن منتجات التنظيف المنزلي توصل الباحثون النرويج لبعض النتائج المهمة. الدراسة دي اشتغلت على 6000 ست على مدى 20 سنة، منهم اللي بيقوم بالتنظيف في المنزل، الستات بيوت، والاشخاص اللي دي مهنتهم، عمال النظافة يعني. طيب ايه اللي حصل؟ الدراسة اتعملت على حجم التنفس، مقدار الهواء اللي يمكن ان تهبه الرئتين في الثانية الواحدة، والزفير والشهيق، اشتغلوا على الكلام ده كله. طبعا في منتصف العشرينات كانت الدنيا تقريبا سيميلر، شبه بعض، الا ان اثبتت الدراسة بانتظام استخدام مواد التنظيف الكيميائية ايه اللي بيحصل؟ انخفاض في وظائف الرئة. بمعنى الست اللي بتنظف بيتها مرة في الاسبوع اكتر من 20 سنة بيحصل عليها عندها ضرر كبير في الرئة، لكن الاشخاص اللي بيقوموا بقى بالتنظيف بشكل احترافي لان دي وظيفتهم، ضرر بيكون أكثر وفي وقت أسرع، على قدم المساواة مع شخص بيدخن 20 سيجارة في اليوم لمدة من 10 لـ20 سنة. في أضرار تانية غير بتقع على الرئة، زي إيه؟ إثارة ضعف الجهاز المناعي، التهاب في الأغشية المخاطية، اتلاف المسالك الهوائية. قدم الفريق العلمي البيئي للدراسة بعض التوصيات: تجنب منظفات اللي بتعمل بالرذاذ السبراي، يا اما ان احنا مثلا هنرش على قطعة قماش الاول ونمسح بالقماشة، احسن من ان احنا فس فس فس، دي تأذي اكتر. نشرت مجلة ساينس 2012 مقال بيتكلم عن التجربة اللي أجروها على الحيوانات، وعملوا التجربة دي طبعا على مجموعتين من الفئران. المجموعة الأولى ولدت مع جهاز المناعة خالية من الجراثيم اللي بتفتقر إلى كمان البكتيريا في الأمعاء. المجموعة الثانية تعرضت التعرض الطبيعي والصحي للبكتيريا سواء الجيدة أو السيئة. طيب إيه اللي حصل؟ لقوا ان الفئران الخالية من الجراثيم عندها مستويات اعلى في الالتهاب، فين؟ في القولون والرئة، مقارنة بالفئران اللي عايشة عادي تعرض الطبيعي للجراثيم. بمعنى المناعة بتستجيب، لازم الجهاز المناعي يشتغل، لازم يكون في بيئة عادية، لكن التعقيم المبالغ فيه او الكلام ده، التنظيف اللي بالزيادة المبالغ فيه، ده بيأذي ما بيفيدش. ظهر ايه كمان؟ اعراض التهاب القولون التقرحي والربو، لكن الفئران ديت بمجرد ما اتنقلت للبيئة العادية بدأت تتعافى من بعد اسبوعين من الولادة، بدأ نظام المناعة يحصل عنده استجابة للتوازن، فبالتالي حصل تعافي للحيوانات من الالتهابات اللي تعرض ليها. فللأسف الشديد يعني أدوات تنظيف المنزل، المنظفات المتاحة في المتاجر والسوبر ماركت والحاجات دي كلها بتأذي وبتخلق ظروف هواء خطرة داخل البيت. ده بناء عن دراسة نشرت على الانفيرون اير 2006، ان منتجات التنظيف المنزلية غالبا ما تحتوي على مستويات عالية من المركبات العضوية المتطايرة، ودي بتكون ضارة. كمان اظهرت دراسة صينية اجريت على ما يقرب من 2300 طالب من 21 مدرسة مختلفة، ان استخدام منتجات التنظيف في المنزل بشكل متكرر زاد من احتمال إصابة الأطفال بالتهاب الأنف والالتهاب في بطانة الأنف والأغشية المخاطية بنسبة من
29 إلى 97%. لاحظ مؤلف الدراسة أن المنتجات التالية قد تكون ذات صلة خاصة بأعراض الربو: منظفات الرذاذ، مبيض الكلور، والمطهرات الأخرى. أضف إلى ذلك مخاطر العطور الاصطناعية التي تستخدم غالبا في المنظفات، واللي من السهل معرفة كيف يمكن أن تؤدي منتجات التنظيف المنديلي إلى ضيق الصدر، الصفير، وغيرها من الأمراض التنفسية. طيب، لو كنت بتبحث عن العلاجات الطبيعية للطفح الجلدي، قد تكون بسيطة زي تبديل روتين التنظيف. لسوء الحظ، تعتبر المكونات المسببة لالتهاب الجلد هي المنظفات ومنتجات الغسيل. والمشكلة الأكبر إن من شركات المعلنين بتعلن عن منتجات التنظيف والغسيل وتسويقها على إنها طبيعية. أحد الأخطاء الشائعة خلط الكلور مع أي منظف يحتوي على الأمونيا. غالبا ما تحتوي المنظفات الزجاجية والأرضية على الأمونيا. طيب، إيه اللي بيحصل؟ الموضوع ده بيخلق حاجة اسمها كلورامين، غاز الكلورامين، وده بيحذر مستشفى الأطفال في فيلادلفيا من أن عدد قليل من نفحة هذا المزيج الكيميائي يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأعراض في خلال 24 ساعة. زي إيه؟ تهيج العين والأنف والحنجرة والممرات الهوائية، عيون دامعة، سيلان الأنف، التهاب الحلق، السعال، احتقان الصدر. خلط مبيض الكلور بمنظف أساسه حامض يخلق أيضا غاز الكلور مهيج آخر، ولكن مع تأثيرات أكثر خطورة وأطول أمدا من الكلورامين. حتى خلط الخل الأبيض مع المبيض يمكن أن يخلق هذا الغاز الخطير جنبا إلى جنب مع الأحماض الموجودة في فتحات الصرف، منظفات الفرن، ومنظف المرحاض. إذا كانت مستويات الأوزون مرتفعة داخل المنزل، يمكن لمكونات التنظيف وخاصة أشكال الحمضيات الطبيعية والصناعية أن تتفاعل من أجل إنشاء حاجة اسمها الفورمالديهايد، ودي مادة مسرطنة معروفة للإنسان. يتم إنشاء الجزيئات الدقيقة السامة والتي يمكن أن تستقر في رئتيك. وفقا لجمعية الرئة الأمريكية، تاني يمكن للأوزون أن يفاقم من الربو وأمراض الرئة الأخرى، في حين أن الجسيمات الدقيقة لا تجعل الربو أسوأ فحسب، بل تزيد أيضا من النوبات القلبية ومخاطر السكتة الدماغية. معظم الناس لا يحتاجون إلى منظفات صناعية لتنظيف المنزل. استخدم مكونات زي الخل الأبيض، صودا الخبز، صابون الكشتالي لأغراض التنظيف. عندما تحتاج إلى منظف أكثر فعالية، استخدم الزيوت الأساسية التي تقتل الجرثومة. اختر المنتجات غير المستنشقة. إذا كنت تستخدم الزيوت الأساسية، تجنب استخدامها في الأيام ذات الأوزون العالي، ولا تستخدم فلاتر الهواء في منزلك والتي تنشئ غاز الأوزون. تجنب الصابون المضاد للبكتيريا. دراسة 2015 إن العديد منها يحتوي على مواد مسرطنة ورائحة سامة، مركبات عضوية متطايرة ممثلة للمنظفات العادية التي يتم شراؤها من المتاجر. يعتقد أن الضرر يحدث لجهاز المناعة إلى مجرى الهواء الفعلي نتيجة لالتهاب مزمن منخفض المستوى ناتج عن منتجات التنظيف. تربط عشرات الدراسات الأخرى بين منتجات التنظيف والربو واختلال وظائف الجهاز المناعة وأمراض المناعة الذاتية والسرطان وأمراض أخرى. معظم الأسر لا تتطلب تطهير قاسي لقتل الجراثيم، يمكن أن يضر فعلا بصحتك أنت أكثر من الجراثيم. بعض الزيوت الأساسية تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضاد للفيروسات. إذا كنت بحاجة إلى منظف طبيعي أكثر قوة، فقط تأكد من اختيار الزيوت الآمنة للاستخدام للأطفال والحيوانات الأليفة، للناس اللي عندها حيوانات أليفة. تأكد من عدم تفاعلها بشكل سيء مع بعض الحالات الطبية. إذا كنت ستقوم بشراء منظفات من المتاجر، راجع دليل EWG
منظفات صحية للتحقق من درجة السلامة واختيار منتج أفضل. متشكرة جدا ليكم لحسن المتابعة. لو عجبتكم الحلقة اعملوا شير ولايك وسبسكرايب. شكرا جزيلا.